القانون المدني المصري 131 لسنة 48 متقسم لثلاث أبواب. الباب الأول أحكام عامة بيتكلم على الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. أنت الشخص الطبيعي، أنا وحضرتك الشخص الطبيعي. الشخص الاعتباري يا إما يبقى شخص اعتباري خاص أو شخص اعتباري عام زي الشركات، قطاع الأعمال، الوزارات، فبيفرق بينهم. والشخص الطبيعي ده أو الاعتباري عشان ألزمه بأداء شيء معين لابد أن يكون هناك مصدر لهذا الالتزام. يعني ما أقدرش أقول له هات كذا أو اعمل كذا إلا ما يكون في سبب من أسباب الالتزام. وأسباب الالتزام في الباب الأول مذكورة على سبيل الحصر، عقد، في عقد بيني وبين شخص طبيعي أو شخص اعتباري، عقد بيني وبين شخص طبيعي إن هو يبيع لي شقة وأنا أديله الأقساط. فأول مصدر من مصادر الالتزام العقد. العقد ده ليه شروط معينة، لازم يبقى فيه رضا، ما يبقاش فيه إكراه، لكن أساس الالتزام في العقد الالتزامات المتبادلة. بمعنى إن أنا ليا الحق في الحبس. يعني إيه الحق في الحبس؟ يعني أنا مشتري شقة من عقار، من صاحب عقار، ملتزم بتسليمي هذه الشقة بتاريخ معين، وفي شرط فاسخ صريح علي أنا كمشتري إن أنا لو ما دفعتش الأقساط في مواعيد محددة هيطبق الشرط الفاسخ الصريح. والشرط الفاسخ الصريح ده حكم القاضي فيه تقريري مش منشئ. يعني طالما تحقق من وجود الشرط الفاسخ الصريح يفسخ العقد إذا تأخرت في قسط من الأقساط، لكن بشرط إن المؤجر أو المالك يلتزم معايا. بمعنى إن لو هو هيسلمني في 1/11/2019 وما سلمنيش ليا حق إن أنا أحبس هذه الأقساط. فأول مصدر من مصادر الالتزام عقد بيني وبين شخص طبيعي أو شخص اعتباري. واصلة لغاية كده؟ الحاجة التانية من مصادر الالتزام العمل غير المشروع. يعني إيه العمل المشروع غير المشروع؟ فيها عمل أنا مسؤول عنه شخصياً، ماشي بعربيتي، عملت حادثة فأنا مسؤول عن أعمالي الشخصية. في عمل غير مشروع مسؤوليتي عن التابع بتاعي، أنا في مصنع ليه أنا ما باجي أرفع دعوة في حادثة قطر وأطلب التعويض، بدخل وزير النقل والمواصلات على أساس ده مسؤولية التابع عن المتبوع، رغم إن هو وزير النقل مش سايق القطر، اللي سايق القطر تابع لوزير النقل. ثالث مصدر من مصادر الالتزام اللي هو الإسراء بلا سبب. يعني إيه الإسراء بلا سبب؟ إن أنا أدفع حاجة ليك بسبب سبب قانوني معين ويزال هذا السبب. بمعنى إيه؟ مثل من الحياة الواقعية، زوجة رفعت دعوى نفقة على زوجها، أحكام النفقات واجبة النفاذ، حكم أول درجة واجب النفاذ، من الأحكام الواردة على سبيل الحصر اللي يجوز فيها النفاذ، عكس باقي الأحكام لازم حكم نهائي عشان تنفذ. الزوجة قامت بتنفيذ الحكم وتحصلت على 30-40 ألف جنيه من الزوج. جه الاستئناف المقام من الزوج لغى هذا الحكم، فيجوز للزوج إن هو يسترد ما قام بدفعه، لأنه الست أصرت بلا سبب، فدفع غير المستحق. والفضالة، في حاجة اسمها الفضالة، إن أنا أروح أعمل عمل معين وشخص ألاقي لازم أعمل له ذات العمل فدفعت له مبالغ، فالمفروض إن أنا بلزمه.
التنفيذ بقى، التنفيذ لهذه الالتزامات، في تنفيذ عيني ان انا دفعت له قيمه الشقه الوارده في العقد المفروض ينفذ لي ويسلمني. طب قدر ما قدرتش انفذ تنفيذ عيني على الشقه باعتبار ان التنفيذ العيني هو الاصل، لا، يجوز ان في سبب اجنبي، العماره وقعت، العقار وقع، فهنا في سبب اجنبي يمنع البائع ان هو ينفذ لي تنفيذ عيني. لا، في بقى حاجه تانيه اسمها تنفيذ، التنفيذ بطريقه تعويض، احمله اللي انا دفعته مع التعويض. ده بيتكلم على مصادر الالتزام.